الشيخ، هذا السائل يقول: في وصايا لقمان لابنه، من هو لقمان وما هي هذه الوصايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن لقمان عبد صالح من عباد الله آتاه الله الحكمة، كما قال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه، هذه وصايا تبدأ من قوله: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. أول شيء نهاه عنه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم وضع الشيء بغير موضعه، فإذا وضعت العبادة في غير موضعها صارت ظلما، لأن موضع العبادة هو الله سبحانه وتعالى وهو المستحق لها، فإذا عبد غيره فهذا ظلم، وهو أعظم أنواع الظلم، لأن الشرك هو أعظم أنواع الظلم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وصنا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلى آخر الآيات، إلى قوله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان عليه السلام لابنه حينما وعظه، وفي هذا العناية بتربية الأولاد وتنشئتهم على طاعة الله. نعم.